عشاق الكنار كاينه بي اس ما شاء الله عند اخ الكريم خويا السلام عليكم. مرحبا خويا عزيز. كي داير مزيان هاني؟ الله يبارك فيك. بالنسبه لهاد يعني الانواع اللي كاينه. انواع اخويا كاين هادي النسوه ديال الفايو. النسوه ديال الفايو هي. كاين هذيك النسوه ديال الاغار. ديال الاغار. ميسو مراقا خوي حسن ويا حسن السلام عليكم. وعليكم السلام. صافا مزيان كلشي بخير. تبارك الله طوير ما شاء الله. الله يبارك. ضرب واحد الضربه تبارك الله حنينه ما شاء الله. ميداني تبارك الله. الاصل ديالو؟ الاصل ديالو قرع. قرع. بالنسبه للطويره خويا حسن شحال كتقول فيه؟ خويا البيع ديالو هو 700 درهم. تنقول 800. البيع ديالو هو 700 درهم. ومازال نشدو ان شاء الله لتكلم. مرحبا خويا عز. الكسوه ديالو كي دايره؟ جمال خويا عز. المهم كاين واحد الميسو اللي هو ميسو مالاغا تبارك الله تبارك الله راه مكلام تبارك الله نقربوا لي اخويا حسن بالنسبه للعيوب اخويا حسن لا ما فيش عيوب اخويا كل عام وقيت بارك الله وسمعك عود العام عليك الميس اخويا عود العام عود العام كيعرف شي واحد واللي خدا يحاول يبعدو من الطيور ويبعدو اللي خدا يحاول يبعدو من الطيور نشود العام يقدر يشد يعني باقي ما كملش العام خويا حسن الثمن ديال هذا الميسو الثمن ديال اخويا 900 درهم 900 درهم عندك شي طويره اخرى ياك طوير تشالج هو هذا الاخوان كيبان لي يلاه خارج اخويا حسن الطيب. يلاه خارج من الدار. ياك باقي كحل. باقي ما مطلوقش. باقي كلام باقي. باقي. الاصل ديالو؟ الاصل ديالو جدر. جدر شحال عنده دابا؟ عنده عامين. عامين. ثمن
الحمال تنقول 600 550 ودي ديالو. شوفوا اخويا الكسوه ديالو. سودي الطير الاخوان هي هادي، واللي بغاه مرحبا الف مرحبا. باقي لنا الكسوه ديال الطير الثاني يعني مرحبا مقنين ماشي الميسوره باين. لا نوريك مرحبا. باقي كي الصفي دابا هذا كتسبا من طالب غادي تحل الكسوه ديال الطير هي هادي. بارك الله فيك اخويا، تبارك الله بارك البلديه كيف ما قلنا الاصل ديالو قرع. اصل القرع عنده عامين. عنده عامين. الثمن قلنا 700 درهم. 700 درهم. نقول 800 قرص. خويا حسن عندك ميسو، عندك جوج طويرات ما شاء الله. النميره ديالك اخويا 06 51 73 94 19. تحياتي خويا حسن. الله يكبر بك اخويا. والله يسخر لك. شكرا. الله يحفظك لي اخويا. الله يحفظك. عشاق الكنار كاين هاد البياسات ما شاء الله عند الاخ الكريم. خويا السلام عليكم. مرحبا خويا عزيز. كي داير مزيان هاني؟ الله يبارك فيك. بالنسبة لهاد يعني الأنواع، الأنواع اللي كاينة. أنواع خويا كاين هادي النسوة ديال الفايو. النسوة ديال الفايو هي. كاين هاديك النسوة ديال الأكار. ديال الأكار المليح والمجد الرابع. وهاد الليمونية وهاد الصفرا غير بلديين عاديين. بلديين عاديين. وهاد البياسة هادي ساتيني عين حمراء. ساتيني عين حمراء. غتقول لي الأثمنة. أثمنة نساوي 70 درهم البلديين. يعني البلديين 70 درهم. 70 درهم. فماشي كنقولوا بلديين الاخوه، البلديين راه خدمنا بهم شحال هادي. كيعطيو الميسو كيعطيو تبارك الله يعني شحال من واحد خدم بهم يعني ما شاء الله. قبل ما قبل ما يكون اكار، قبل ما يكون اكار هي هو الاصل، هو الاصل هو العادي، هو هذا ما يخرج هذا. الله يرضي عليك. و سميتو الطفارات ديري 100 درهم. 100 درهم يعني ثمن موحد. ثمن تبارك الله عليك خويا. بالنسبه للنميره ديالك 06 63 54 52 57. المهم البياسات في صحه جيده كاملين. انت تعرف كنار عندي كيفاش. تبارك الله عليك خويا. الله يحفظك. الله يخطيك. شكرا. انت انا كيوصيني شي واحد كنجي عندك ديريكت. انت والاخ مرحبا طارق. مرحبا. ولا الاخ حمزه. حمزه تحيه لي. الحمد لله. شكرا خويا. الله يحفظك. سي عبد العالي بخير لاباس عليك. بالنسبه للطويره قلتي لي الاصل ديالو عقرع. تبارك الله. كيضرب هاد لاطير تيعاودها يعني، ولكن كيدخل للخزانه الخزانه فيها كلام طويل. قشادو شويه. اييه الثمن ديالو خويا 800 درهم. مرحبا. الطيره يلاه خارج من البلاد. عندك الطيره. نقولوها في القناه. مرحبا. الطيره كان ديالك. انا دابا ندوز. الله يرضي عليك. كان ديالي تقريبا دابا شي شهر ولا شهر ونص. تقريبا. طير زوين تبارك الله. طير زوين. يعني قلت 800 درهم ثمن رقابي المفاوضة. اللي بغاه الاخوان يتواصل مع الاخ عبد العالي. بالنسبة للنميرة ديالك 07 04 37 93 34. شوفوا الكسوة ديالو.
بالنسبه للكسوه ديال الطيره الاخوان كيف ما كتشوفوا هي هذه تبارك الله جمالك جمال الطيره خارج مروزي تبارك الله. واللي بغى اكيد يتواصل مع الاخ عبد العالي وتحياتي للجميع. اخوان كاين هاد الشطويرات ما شاء الله كيف ما كتشوفوا عند الاخ الكريم طويرات في المستوى. يلا دوشتي لهم ياك تبارك الله هذا قريع هذا ياك عنده 4 سنين والله خير تبارك الله. في شي كلام؟ في كلام الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 800 درهم. الثمن الاخوان راه دائما كنقولوا الثمن ولكن الثمن قابل للمفاوضة وكاين هذا هذا الاصل ديالو جدا اكثر من هذا حتى هو فيه شي كلام؟ فيهش العيب كاع الطيران. الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 500 500 درهم. بالنسبه للنميره ديالك اخويا اللي بغى شي بياسه من هادو 064 38 41 06 تحياتي خويا شكرا الله يحفظك. طير تبارك الله ما شاء الله زوين الكسيوه ديالو زوينه الاخ الكريم يعني مولاه اللي هو الاخ عبد الاله السلام عليكم دير مزيان كيقول لك بانه طير وداني الودانيه القديمه الودانيه القديمه قلتي لي سمعتي الطير سمعتي مصنط ليا ورا 4000 ديالو ياك بالنسبه للثمن يلاه الدار الاولى الثمن ديالو هو 800 الثمن ديالو هو 800 مازال تقاد ان شاء الله اللي عطاك المود باس قال لك طائر حصول المغربي قناه طائر حصول المغربي دير معاه ثمن مناسب بحال غتعامل معايا انا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للنميره ديالك 06 08 71 32 27 تحياتي خويا عبد الاله شكرا الله يسخر لك بارك الله فيك لا لا يخطيك لا لا يخطيك مرحبا ناك مستوى كسوه زوينه صراحه شحال عنده عامين قلتي يلاه البدال الاولى البدال الاولى اه قول لي جدر الاصل ديالو هاك البدال الاولى تبارك الله هذا خاصمك مع الناس ياك والله الا خاصمني مع صديق هو شوف شوف الصديق الطير يمشي ويجي ولكن الصديق هذا الشيء اللي كاين اخويا وتحياتي لجميع الاخوان هذا الشيء اللي كاين تبارك الله عليكم الخوت شكرا كاين الطويرات الاخوان بالنسبه لهذا خويا الاصل ديالو قرع وجهه قرع قرع شحال عنده؟ عام ونص تبارك الله بالنسبه للكلام اللي فيه وداني وداني الثمن ديالو 600 درهم 600 درهم كيف ما كتسمعوا الاخوان والثمن قابل للمفاوضه وكاين هذا هذا الاصل ديالو جدر لا قرع 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 شاوة تبارك الله الثمن ديالو 750 واللي بغى راه نصاوب مرحبا بالنسبه للنميره ديالك اخويا 06 46 16 56 83 كنشكرك اخويا والله يسخر لك تحياتي you
خويا زكريا السلام عليكم. غيبه طويله اخويا. ولكن زكريا عاد وعاد اليكم من جديد يعني بقوه. حضرت صداعك. تبارك الله. خويا زكريا هذا الميسو شحال عنده؟ الميسو مولاه قال عنده عامين. عنده عامين. قال مولاه. بصراحه ميسو مثالي فيه كلام تبارك الله. وما سمعت يعني شي عيب اللي هو باين ما كاينش والو. خويا زكريا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو خويا هو 2000. انا راه جاي في الطريق وشحال من واحد تبعك على قبلو وانا نقول شهادي لله جوج ديال الناس بغوه يعني عطاوك واحد الثمن اللي هو يعني ما تفاهمتيش معاهم. كيف ما قلت لك اخويا عزيز كيبقى الري الاول بعدا كيمشي بحساب طريق. اييه الاخ طريق تحيه ليه من هذا المنبر عبر هذه القناة. بصراحة توحشناه الأخ طارق. لا لا غيبان غيبان. أييه مرحبا مرحبا ألف مرحبا. أي الله يكبر بيك أخويا الله يحفظك. إلا كنتي غدي أخويا طارق يستاهلوا. صراحة هذا السيد هذا مولوع كبير وتبارك الله ما شاء الله يعني إنسان يعني متواضع الله يسخر ليه فيه هذا الشيء اللي كاين. ولا ما خداش الأخ طارق اللي ما خداش الاخ طريق خلي النمره ديالك. النمره ديالي ضروري 06 46 41 43 76. الميسو راه باغي يدوش باغي يعوم انا قال لي الجو ديال العوم. ويلا خارج ميسو. وعندك شي طويره اخرى اخويا زكريا؟ كاين اخويا نشوفوه اخويا. مرحبا خويا زكريا بالنسبه لهاد الطايره خويا الاصل ديالو هو الاصل ديال الجزر راه باقي ما خرجش الكلام واش يتكلم لينا انا وانت كان باغي شي واحد نشجعو نصيفطو مرحبا. بالنسبه للثمن ديالو الثمن ديالو 1500 1500 يعني فيه كلام فيه كلام راه باش تكلم لينا فيه كلام تبارك الله ونقي. بالنسبه للعيب ما فيش العيب واحد الحصيره ما ما قال والو هنايا خويا زكريا اش قلت لك انا اللي كان شي واحد باغي غير نسجلو نصيفطو
المهم شي جلوس عندك تمشي جلوس عندك نوري فيه. كان في البداية لا لا يعني يلاه كيزيد في الفوليوم ديالو شوفوا اخويا الكسوه ديالو اللي بغا سجل ليه اخويا لا فيديو ديالو باش يسمعوا ومرحبا الف مرحبا الكسوه ديال الطير الاخوان كيف ما كتشوفوا تبارك الله هي هذه عري عليها اخويا من هنا واحد شويه باش يبان خويا زكريا بالنسبة خويا النميرة ديالك اخويا عاود معنا النميرة ديالك 06 46 41 43 76 ودائما كنديروا تحية للمشاهدين الكرام كنديروا تحية خويا للحباب كاملين اللي زينوا اللي ما بغيناش هو كنحيوه من هذا المباراة هادي الحميم وكذلك الاخ طريق اخ طريق خونا وحبيبنا يوسف فرنسا وجميع الاخوان ما يتقلق لنا حتى واحد تحية خاصة لواحد السيد سميتو عزيز أييه فرنسا حاج مرحبا حاج عزيز حاج عزيز كنوجهو تحية من المنبر هذا وكنتمنى ربي الله يشافيه الله يعافيه والله يشافي جميع المسلمين آمين أخويا آمين وتحية للحباب كاملين عادل الحاج الطيري راجل جينا والحبيب والحبيب غبر علينا خويا غبر علينا والغيب حجتو مع خويا اييه عبد الحاس خون وعبد الحكيم مراكش وجميع الاخوان تما يعني في ارض الوطن تما ما نساوهمش الحباب كاملين اخويا كاع اللي يحبونا حنا كنحيو كلشي جميع الاخوان اللي نسينا اللي نسينا يسمح لينا هذا الشيء اللي كاين اخويا زكريا حيت لا جيتي بقا شي ضعف خاصك الله ليس خاصك يعني هذا الشيء اللي كاين اخويا درنا مع الغلط راه حنا ما كانش قصدنا الغلط راه غير هو جاب بارك الله في خويا زكريا خويا. والجديد ان شاء الله غادي يكون ضروري تبارك الله عليك والله يسخر لك اخويا شكرا شكرا خويا ما شاء الله الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا هذا باتجي خويا العزيز كيدير صافا مزيان بالنسبه لهذا خويا انجليزي قلتي ليا تبارك الله لا طاي ديالو يعني كبيره يعني كرون طاي بالنسبه خويا الثمن ديالو 250 درهم شحال عنده في لاج ديالو باك 2019 تقريبا عنده دابا شي 5 سنين تقريبا الثمن الاخوان كيقول 250 درهم واللي بغاه مرحبا والف مرحبا بالنسبه للنميره ديالك اخويا السوق مرحبا اخويا المهم خدينا فكره على الثمن وعلى يعني فين كيكون هذا يعني هذا كيتسمى انجليزي تبارك الله عليك اخويا والله يسخر لك شكرا شكرا اخويا تخير ياك اخويا سبحان الخالق